فبس بدي أسأل أخوي أبو عمر، كيف تمت اللقاء فيما بعد بينك وبينه؟ عن طريق محمد أبو، عن طريق أنور ابن أبو بسام. لما اجتمعت أنا وياك في إذاعة، في أبو بسام عن طريق، لا لا، عن طريق محمد وابن محمد أحمد أبو الفول، أيوة عن عن طريق، طريق الملازم نعم الشهيد. نعم يوم اجتمعت أنا وياك ومع الهيئة الهاشمية، نعم كان هو على التلفون على، فحكى معي وأخذ التلفون من عندكم. نعم وابراهيم ابو عبد الله اليماني هو اللي بلغ تلفوني لكم. طيب خليني اذا باسمك الان نشكر اخونا ابو اشرف ونقول مشكور جدا. في مثل ابو اشرف كثير كثير والله ناس فيه يستحقوا التقدير، لكن ابو اشرف نموذج شاطئ. نعم مش هيك؟ مشكور. تسمح لنا نشكرك يا اخوي ابو اشرف ونقول لك بارك الله فيك. الله يبارك وكل فيك. الاحترام على هال ايضا للجميع على عمل الخير. الله يكرمك. تحياتي الله لك يا ابو اشرف. نعم. الله يبارك فيك يا سيدي. نعم. شكرا شكرا على اتصالكم. بارك الله فيك. اذا انا بعتبر وسام الي. العكس، احنا تشرفنا انه نسمع صوتك. ابو عمر رجعت للبلد ودبت لك منحت عمر جديد. والله كان هذيك الايام ما في مدينه طبيه، في الميدان الثاني والميدان الاول. نعم. ما كان في مدينه طبيه. نعم. فرجعت الميدان الثاني في الزرقاء في ماركه. فاطلع الشظايا، فيجي يوم ضابط بده يطلع طلقات. نعم. فكان عمل العمليه، فتح العمليه، فاجى داود حنانيه قال شو تعمل؟ قال شوف في عملية شظية، والشظية في العمود الفقري طلقة، والطلقة في العمود الفقري. العظم كان كاسي. قال اتركها أصحت قيمة. ما زالت موجودة؟ ما يزال موجود في ثلاث. نعم، هاي الصورة موجودة. بيعوقوك على الحركة على الجسم؟ والله الحركة بطيئة جدا. حركة بطيئة، بقدرش أحمل أي حاجة. نعم. يعني لو حملت 4 كيلو بندورة ما بقدرش أحملها. لكن تحمل هم عالية ونفسية طيبة. الحمد لله. يعني رب انطاني عمر، خلفت 5 اولاد ما شاء الله وسبع بنات. اللهم صل على النبي. والحمد لله رب العالمين، والصحه جيده. نعم. ونشكر الله سبحانه وتعالى. الله يعطيك الصحه. ونشكر جلاله الملك، نشكر الامير مرعد ابن رعد. نعم. ونشكر الاخ جد الله المصاروه. والله اصحاب الفضل. ونشكر الهيئه الهاشميه كامله للمصابين العسكريين، لانها انطتنا معنويه جديده. يعني الان في تواصل بينكم؟ نعم نعم، هم اعتبار بيت ثاني. طيب خلينا اعترف على الهواء، ان شاء الله يكون اخونا جاد الله بيك بسمعنا، انه هو السبب المباشر اللي عرفني على الكوكب. نعم. من نعم. الافاضل اللي زيك اللي قدموا لفلسطين ارواحهم ودمهم. فانا بدي اشكر الهيئه الهاشميه للمصابين العسكريين من خلال هذه القناه ومن خلال هذا البرنامج. نقول لهم ان شاء الله يعني كل ما بتقدموا لاخوانكم المصابين العسكريين ينم فعلا عن انتماء وحب حقيقي لهذا الوطن. انت بعد 67 شاركت في حرب الكرامة بالثمانية. والله احنا رجعت الى الدوام، كنا بمنطقة عيروية. يعني ما عفوك من العسكرية بعد؟ لا 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 لا، ولا انا عفيت نفسي. ما عفيت حالي. ولا انا عفيت نفسي. نعم. ما اخذنا انفاسنا يعني. ما في. 67 68. فكنت انا دورة بالزرقاء. دورة تقوية للسايق. عشان درجة أولى. نعم. صباح 21/3/68 يقول لي قاعد المؤخرة في الزاوية، يقول لي حمل السيارة هاي 1 طن ذخيرة وروح على عير ويرقى. ما وش بقى أمر الوطن. حملناها كنا الساعة 7:30 في منطقة السرو، أنا ومعي فوق 10 سيارات للتموين، حملات ذخيرة للجيش وانا معي. سيارة كبيرة هذه؟ 1 طن صغيرة، بس هم سيارات كبار. هم رايحين المدفعية السادسة والمدفعية السابعة. موقعها كان في عير ويرقة. في عير ويرقة. في عير بالدع. مش رفع فلسطين هاي. مش رفع فلسطين. نعم. كانت في مرج. نعم. مفتوح. لكن رب العالمين هو اللي 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 ساعد الجيش الاول رب العالمين. نعم. لان مسلمين، لان نطق الشهادة. ولا امكانياتنا كانت اقد حالنا. قياس لاسرائيل اقد حالنا يا سيدي. قد حالنا قد حالنا. فوصلت بالسرو انضربت سيارة التموين. هدينا شوية وبعدين راحت الغارة مشينا. وصلت بطنة، تعرف بطنة؟ نعم نعم. منطقة ما فيها، كان في طريق من تحت للعراق إلا من فوق. في بطنة هناك لوعتني طيارة إسرائيلية فضربتني هناك. نعم. ما صابت. فدخلت على بيت اسمه بيت السليمان.
سليمان ايش بعرفش عبادي والله بس فت الحوش فوت جوا الحوش كان حوش من حجر فغار على السيارة وغطناها بالفرشات واللحف بطت فينا السيارة أهل البيت يعني؟ أهل البيت منين أهل البيت قال والله أنا عبيد عبابيد آه والله فأكرموني 10 دقائق راحت الغارة معي مصيبة يعني لو البيت انضرب في بي هذا صحيح بيروح الأهل لا السيارة فيها خف يعني السيارة لحالة وسيكة فوصلت الموقع وصلت الموقع وبلغت قائد السرية أنه أنا وصلت نعم أنا وصلت فشكرني قائد السرية من هو؟ سالم محمد البيضين نفس النتيجة بعده قائد السرية فاستمرت المعركة فتفاجأنا في الملاحظة أنهم قتل الملازم الأول خضر شكري ضابط الملاحظة من معان والسائق اللي معه والإشارة الثلاثة قتلوا مين هم بالله كمان مرة خضر شكري والسائق اللي معه نعم. والإشارة ثلاثة استشهدوا في منطقة الشونة نعم. ضابط الملاحظة واللي معه هذا بال 68 معركة الكرامة فهون المدفع بدون ضابط ملاحظة لا فائدة منه المدفع بدون ضابط ملاحظة نعم. لا فائدة منه نعم. هو ضابط الملاحظة هو اللي مش بالكل هو اللي رمى المدفعية نعم. طيب تسمح لي أخذ في عندي اتصالين كأنه الأستاذ سميح الأجارمة مساء الخير الله يعطيك العافية كيفك يا محترم تحياتي يا طيب شكرا لك وعلى البرنامج الطيب الله يرضى عليك بدي أحييك وحي البطل اللي عندك العدواني حياك الله يا أخي أنا والدي شهيد من كتيبة الحسين الثانية شو اسمه بالله والدي استشهد بكتيبة الحسين الثانية لكني أنا ما أعرف عنه إشي ما بعرف عنه وين مدفون ما بعرف إذا أخوي العدوان يعرف إيش عن أحد أفراد كتيبة الحسين الثانية جندي أول اسمه محمد سليمان سيار العجارمة والله يا أستاذ سميح يبدو أنه بعمر عنده لكن بتمنى تبقى تتابع البرنامج راح نستضيف كثير ناس من اللي يعني إلهم الشرف وإن الشرف إنهم يعني حارب في فلسطين ممكن من خلال هالضيوف اللي بتجيبهم إنه يعني حد يرشدنا ويرشدك للمكان اللي دفن فيه الشهيد لكن يكفيك فخر إنه أنت ابن الشهيد يا سيدي يا أخوي هذا بكي يعرف من أصحابه من زملائه من الموجودين هناك وين مخيرهم هذولا والله إن شاء الله بإذن الله راح أبحث لك عن الحكي هذا نعم بإذن الله نعم يعني واحنا ممنونين اتصالك وبرضه بنقول مشكور يعني جدا. اعتز وافتخر انه انت ابن الشهيد ابن الشهيد نعم ابن وين ما دفن هو شهيد وين ما دفن يا سيدي في ارض عربية بارك الله فيك ناخذ اخر اتصال ابو عفيف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بدايه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل البلد امنا مطمئنا في ظل جلاله الملك عبد الله الثاني آمين. ونحن نعتز ونفتخر بالحاج عبد العزيز يوسف العدوان حياك الله حياك الله البطل واحنا نفتخر بآل عدوان كله رب يسلمك الله سبحانه وتعالى انه يعطيه الصحه والعافيه ويقويه ويكون من الابطال باذن الله تعالى واحنا نشكر قناه نورمينا ونشكرك يا استاذي محمود قطيشات على هالبرنامج الحلو اللطيف اللي بيمتع الناس والله العظيم انه الانسان بيشعر بسعاده واطمئنان لما يشوف الرجال العظماء الرجال الذين صنعوا المجد وصنعوا الواقع الحقيقه انه مر الحج الله يرضى عليه ويستر حاله عبد العزيز في ظروف صعبه وان شاء الله انه الله بهي امور الخيرات والبركات وطبعا منقول انه الله سبحانه وتعالى بيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون نعم بارك من حي كل اهل الشهداء في جميع المناطق في الاردن ونقول لهم الف مبروك لان هاي الشهاده عظيمه لا يعلو عليها شيئا نعم. وبرضه بنقول يا اخ محمود انه شعب الاردن وفلسطين شعب واحد لا شعبين صحيح. وكل انسان بيحمل الرقم الوطني وتحت من قياده جلاله الملك عبد الله الثاني فهو اردني واحنا بنعتز في الاردن وباهل الاردن والله يعطيك العافيه شكرا. يا اخ محمود بارك الله فيك الله يجزاك الله كل خير بارك الله فيك اذا في معنا اخر اتصال بناخذه وبنعود ل طيب يعني احنا البرنامج مر بسرعه يا ابو مول الامانه في ضغط صلاه لكن حبينا انه انت تاخذ راحتك في الاتصالات اكيد انه واحد بسنك هذه له امنيه لك امنيه بهالحياه
والله انا تمنيت اكثر من مره. وانت تعرف يا اخي محمود انه انا امنيتي الوحيده اني ازور فلسطين واهل فلسطين ولهم محبه كامله لاهل فلسطين، كل شريف في فلسطين وكل اخ وكل اخت في فلسطين. وانا بعزي كل اخت واقول لها الله لك الصبر، كل اخت لها اسير في اسرائيل، وكل اخ كل مره لها ابن اسير في اسرائيل. وكل اب له ابن او بنت لها ابو اسير في اسرائيل. فالصبر والله ما إن إلا الصبر من الله سبحانه وتعالى. الله يفك أسرهم ولم شملهم بجاه رب العالمين. خليني بس أخذ آخر اتصال. الأخ نعيم اليوم مساء الخير. مساء النور. تفضل أستاذ نعيم. كيف الحال يا أستاذ؟ الله يرضى عليك يا محترم. معك نعيم سلمان اليوم. والسبعة نعم. أنا في إلى أخو انفقد بالمعركة الكرامة. نعم. كان في الدبابات الثالثة. نعم. أو بالمدرعات الثالثة لحد الآن، ولا حتى هم حاطينه في مجلة الأقصى شهيد أو مفقود هيك شيء. من 68. من 68. شو اسمه بالله؟ راجي سلمان حسن عليه وزغول. نعم. وفي إلي كمان أخو شو اسمه خالي. نعم. استأسروه في 67. نعم. وهو لحد الآن حي يرزق يعني موجود. ما زال موجود؟ ما زال موجود والله. بتمنى هيك لو تعملوا معلقات تضيفوه. يعني موجود الآن على الأرض؟ موجود نعم موجود في عنجرة. طيب طيب ممكن أنه تعطي تلفونه للأستاذ المخرج مصطفى، خليه يأخذ تلفونه، خلينا نتواصل معه. نتشرف 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 أنه يكون فارس. الله وهذول أكرم منا وأحسن منا، ما إحنا علينا نحكي، بس هذول اللي قدموا، هذول اللي حمونا وخدمونا. الله يحييك والله. هو زي ما تقول يعني موجود، هو كبير بالسن أستاذ نعيم. يعني بتشرف بتشرف وبترجاك أنه تعطي تلفونه الآن للأستاذ مصطفى، وأنا بتشرف أنه أستضيفه، بتشرف أستضيفه. وهذا شرف لنا يا أستاذ نعيم. هذول هذول الأطهار البررة إحنا اللي بدنا نتمسك فيهم. أستاذ مصطفى ظل الصلاة خلص، يعني خلينا باسم كل المشاهدين في فلسطين والأردن والوطن العربي نحيي أخونا عبد العزيز يوسف العدوان أبو عمر، وأيضا نحيي صمود أهلنا في فلسطين، ونحيي أمهات الشهداء أمهات الأسرى، ونحيي الأردنيات اللي أنجبن مثل هذا الرجل وإخوانه، وأيضا نترحم مع كل شهداء الوطن، كل شهيد أردني وشهيد فلسطيني، كل شهيد عربي سقط مضرج بدماء الزكية في أرض فلسطين وأنبتت محبة ووفاء، بنستذكره وبنقول لأهله إنه هذا اللي راح يفتح لكم أبواب الجنان إن شاء الله. كل إنسان عنده شرف ما بيتخلى لا عن الأرض ولا عن العرض. فلسطين هي الأرض والعرض، والأردن أيضا هي الأرض والعرض. أعزائي المشاهدين إن شاء الله هذا البرنامج لكم، وأنا بتشكركم لأنكم يعني بتتعاونوا معي وبتساندوني، بس بتمنى انه كل انسان عنده حاله بتستحق الاحترام زي الاخ الموجود عندنا او اللي وقعوا في الاسر موجودين يشرفونا يكونوا ضيوف في البرنامج. ابو عمر كلمه اخيره مسك الختام. اغلى ما نملك نعم في حياتنا حياه الاجيال القادمه نعم هي الاردن، والاردن امانه في عون كل انسان شريف في هذا البلد. نعم ولن نفرط فيها. نعم زي ما حافظنا عليها نعم لازم يحافظوا عليها الأجيال اللي بعدينا. نعم إن شاء الله. وتحياتي كاملة إلى جميع أهل الضفة الغربية وأهل فلسطين والأردن لأنهم نعم. أخوة ويستظلوا أخوة نعم. وإن شاء الله إن إلهم عائدون. طيب بنقول لأخوان آخر كلمة، اترككم من السياسة، هذا هو الحب الحقيقي من الأردنيين لأخوانهم الفلسطين. أعزائي المشاهدين إن شاء الله الثلاثاء القادم بنتوفق أيضا وبنلتقيكم مع ضيف آخر، يا رب حتى يأتي ذلك اليوم أنه نلتقيكم وأنتم في أحسن حال وأفضل مآل يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكور لذياتكم. مشكور يا أخ محمود.